افلام فيها افكار، فيها خصوصية، فيها رؤية للعالم يعني تخصه هو، وده نابع يمكن اكتر من انه هو مؤلف معظم افلامه باستثناء يمكن ارض الاحلام، يعني اللي هو برضو يندرج تحت العالم بتاعه، لكن بقية الافلام هي من تأليفه هو، سواء كتابة مباشرة للسينما او اقتباس عن روايات. ممكن قراءة افلامه باكتر من طريقة، وده نادر شوية في السينما العربية، وهو عنده رؤية للعالم، وانه معظم الافلام بتاعته مش كلها لكن كتير منها بيتكلم عن انسان في وسط هذا العالم، زي ارض الخوف مثلا، زي البحث عن سيد مرزوق، في الكتكات كذلك، في رسائل البحر، في فكرة الإنسان اللي حائر ما بين الخير والشر، اللي حاسس بالاغتراب في هذا العالم، مش بيسيب الممثل يأدي أداء كويس وخلاص، أو الممثل ممكن يأدي أداء كويس، لا، هو لازم يأدي من المنطقة بتاعته، لازم يأدي من التون أو من درجة اللون ودرجة الصوت اللي الفيلم بيتكلم بيها. محمود عبد العزيز في الكتكات، أو نور الشريف في البحث عن سيد مرزوق، أو غيرهم من الممثلين. هي الفلسفة هي باختصار هي رؤية للعالم، أنت شايف العالم إزاي؟ شايف العالم مجموعة من المشاكل العاطفية فقط، ولا شايف العالم في القضايا الاجتماعية والسياسية فقط، وشايف وضع الإنسان إيه؟ أنت متفائل تجاه الإنسانية، ولا أنت قلقان بشأنها؟ شايف الإنسان ده عنده الحرية في الاختيار، ولا هو مسير؟ دايما الشخصية الأساسية عنده، يعني باستثناء أرض الأحلام، راجل، هو مهتم أكتر بشخصيات الرجال. يمكن شخصيات النساء حتى وهي مكتوبة كويس، لكن هي شخصيات أقرب إلى الرمز من الحقيقة. هي النساء كما يتخيل، يعني كما يتخيلوها أبطال هذه الأفلام. كبار المخرجين في العالم دلوقتي بيشتغلوا في المنصات، ففي جمهور موجود وفي منافذ أخرى موجودة، يعني أتمنى أنه يحصل بينهم تصالح وتوافق واتفاق قريب.